طيب هل النهارده لو احنا مثلا لو بنتكلم على حد رايح يعمل انترفيو لشغل وهو كويس، بيتكسف جدا، حلو قوي. فازاي ممكن يسيطر عليه؟ يعني حاجه قلت صعب السيطره، طب هو عايزين العيال تشتغل بره العيال يعملوا ايه؟ تشتغل حلو. انا قبل ما اروح الانترفيو لازم اقعد مع نفسي اشوف انا هدفي ايه. الهدف اهو ده هدفي، هركز فيه واثقه في قدراتي. لازم اقعد مع نفسي الاول، لازم اقنع نفسي ان انا اكبر من الهدف اللي قدامي. انا مش تحت رحمه اكسبتنس، يعني قبول قبول يقبل ورفض. او يرفض. انا رايح وعارف انا رايح فين. لازم القناعات جوايا تبقى صح. كويس، هروح خطوتي هاديه، خطوتي واسعه، خطوتي مش بجري، ايوه مش عشان ما اديش الامبريشن اللي قدامي ان انا متوتر. كويس، قعدتي مريحه، كتافي مش مرفوعه لفوق، لا كتافي اتقيز، ولا عامله كده اللي هو والنبي يقبلني لا ما فيش حاجه اسمها كده، يعني مش هيقبلك باي ذا واي. فاهمة؟ طول ما انت حاسه انك انت اقل من الهدف عمرك ما هتاخديه. واللي قدامي بيبقى حتى حاسه دي حاجه بتتحس، اللي هو شيز مهزوزه مهزوزه، او محتاجه قوي للموضوع ده. فممكن يعني ممكن اقبلك بس هستغلك. شو يعني اللي بيبقى مستقبل للحركه دي او الاسلوب ده ممكن يعني ياخد يعني يستغلك زي ما بتقول. دي حقيقه. كويس، ابتسامه حقيقيه، يعني كل الناس شفت الابتسامه الصفراء اللي هو ابتسامها وفي ابتسامه طالعه من القلب. try to be natural. انت اكبر من الهدف. انا رايح، انا عارف انا عايز ايه، واثق في نفسي وواثق في قدراتي. اذا ما جاتش خير في غيرها، بس ما حسيتش اللي قدامي ان انا تحت رحمتك. وده لازم قبليها تمرين، مثلا يوم تمرين يومين بالظبط، يقعد يتكلم مع نفسه ويتعلم. بالظبط. طب انا خلاص اوكي، انا هحط لو حصل قبول هيبقى 1 2 3 4، حصل رفض اوكي ثانك يو فيري ماتش، انا هعمل 1 2 3 4 الشيفت تو انذر بليس، لحاجه فيبقى تانيه. مرتاح من جوه. بالظبط، اللي هو انا مش متعلق بالنتيجه، انا سعيد، انا بسعى. ايوه بسعى، هي انا بسعى. أيوة. والله النتيجه اخذت النتيجه ربنا بتاعت بقى. يعني بالظبط مقدر لك هتاخده، طبعا. مش خلاص تمام انا سعيد. فالاهم قبل ما همشي ابقى قاعده اتقيس، هيبقى اللي قدامي مثلا بيعمل حركه كده، يعني عارفه تمرر، يعني مش تعكس يعني. تعكس، اي جو وذ ات، هرتاح. فاهمه؟ احسس اللي قدامي بالاريحيه، حتى لو انا البنت اللي هو انا بين ايفالويتد، لو انا هم بيقيموني. في نقطه، لو حطيت ان تقييم البني ادم ده هو حكم عليا، انا هفشل. خليتيني افكر في حاجه برضه، لما قلت لي بنت وبيحكموا عليا، في فكره بقى العريس. يعني معلش انه فكره البنت حرام رايحه تشوف عريس اللي هو الصالونات ده، بيبقى عندها بقى الحالات دي كلها، هلبس ايه وهعمل ايه. طب وهقعد فكره ازاي التقييم، هيحكم عليا، هيحكم عليا وهيقيمني. صعبه قوي. طب انا عايزه اقول لها حاجه، خليكي انتي، هو هيعيش بيكي انتي، مش بقعدتك، مش بتكلفك، لا بغجريتك وهعمل كذا كوني ولا نفسك. وحصل كذا، ما تمثليش ما يا امي، تمثليش، ما just be you. تمثليش. اصل انت يعني هتمثل النهارده هتكشف بعد بكره، يعني فاهمه؟ خلصت يعني، so simple as that. فهي دي just be you.